دفع. بارك الله لك. رد عمي، رد عمي. تبارك الله. الشطبة يا عمي. زيد. أسنى الحليب يا عمي. لا. تبارك الله. إذا بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام داخل الوطن خارج الوطن، تحياتي لكم كبيرة الإخوان من أرض قيصر. اليوم مجددا الإخوان، حنا عاد بو حسان والأب ديالو والإخوان، اليوم تبارك الله راه كاين الجديد الإخوان. اليوم الإخوان راه فيديو جديد بتاريخ 28/2/2024. تحياتي الإخوان، الله يسر أموركم جميعا، عواشر مبروكة، بقوا معنا حتى نعرفوا شحال ديال الأعداد، أش دايرة في السن، الحوالة أش دايرين في السن، كلشي هادشي إن شاء الله غتعرفوا عليه اليوم في هذا الفيديو هذا إن شاء الله بإذن الله الإخوان. اللهم بارك. زيد أبو حسن، دفع. بارك الله الإخوان، يا تبارك الله جية، اللهم بارك. بارك الله. إذن تحياتي الإخوان، ما تشوفين حتى نتعرفوا على جميع المعلومات في هذا الفيديو إن شاء الله. تحياتي للجميع داخل الوطن وخارج الوطن. تبارك الله. أبو حسن، بخير؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. كاينين شي إخوان كيضحكوا كيقول لي أنت كيفاش كتقول لي أبو حسن؟ كيما ودي راه عزات هي هذيك وصافي. تبارك الله. الله يحفظك، ترحب بك الجنة. الله يحفظك لي أبو حسن، حتى الله يعطيك الصحة. حنا كل مرة فيما كنجيو كنلقاو الجديد. وكنلقاو الزين وكنلقاو المليح. مرحبا. بان لي واحد الخروف أبو حسن هذاك غادي ليه. كاينين جوج سنان. لا هذاك اللي ليه راه هو راه 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 حدا الوالد راه. حولية. راه نشوفوا يا عمي راه. زيد عمي زيد. زيد عمي زيد. تبارك الله الاخوان. انا براش. هي عزل تاع من قرنا الاخوان. اييه انا براش. الحليب عمي الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه. تبارك الله، راه قرنيه الاخوان. تبارك الله. المليح تبارك الله الاخوان. اللهم بارك. هانتوما الاخوان مع كتضرب فيها الاشعه ديال الشمس تبارك الله كتولي. اللهم بارك. تبارك الله. دافع ابو حسن. اييه تبارك الله. واخا ابو حسن شحال تبارك الله كاينه من كاين؟ 54 براشي. 54 حوليه. اييه كاينين ثلاثه تنيات وشي لاخر كلشي سنه الحليب. كاينين ثلاثه اللي تنيات، ثلاثه اللي مهرسات، اللي مهرسات وكلشي لاخر سنه الحليب، زائد جوج حواله. اييه الاخوان راه كاينين تبارك الله الاخوان. اييه زيد عمي، زيد. تبارك. اييه تبارك الله. اللهم بارك. تبارك الله. زيد ابو حسن، هانتوما الاخوان صافي، بهيم بدات كترخي الاخوان. تبارك الله. الله يبارك. بغا شي حاجه راه مرحبا، لكن هي 50 راس، ولكن اللي بغا شي 4 5 وحده راه مرحبا به. تبارك. واش هي 50 ولا 55؟ لا 55. 55 اللي كاينه. 55 اللي كاينه الاخوان، راه 55 راس. عندك ابو حسن، عندك حوليه الدارات. هانتوما الاخوان، هي تبارك الله. الله يبارك صافي. دارات تبارك الله، هي السن. اسنى الحليب الاخوان. تبارك الله. اللهم بارك. تبارك الله الاخوان، ما شاء الله. اللهم بارك. صراحه الاخوان، اخ حسان زعما صراحه فيما كيعيط لي الاخوان كنجي عنده وكنتفاجئ تبارك الله بالزين والجمال. تبارك الله. الله يبارك. تبارك الله. قلت لي هما عندك كاينين هما ثلاثه اللي تنايات. هما ثلاثه اللي تنايات. ايوا. وما تبقى سنى الحليب. ثلاثه الاخوان اللي تنايات وما تبقى اسنان الحليب. الله يبارك. الحواله اخويا حسن تما اسنان الحليب. اييه تبارك الله. الله يبارك. تبارك الله. نديروا لها شي خرجه برا اخويا حسن. مرحبا. عاد نكملوا مع الاخوان الفيديو. مرحبا. الله يعطيك الصحه اخويا حسن. بارك الله فيك. شكرا بزاف. تبارك الله عليكم الاخوان، ما تشوفين بو حسن تا هو كيدير معنا الخاطر. نخرجوا شويه برا باش الحباب والاخوان ديالنا المشاهدين ويشوف راسو اللي باغي يشري، يشوف راسو. اييه يشوفوا ويتمتعوا. اييه عندك بحال تعزل عليها بحال ما كيصورها، يقول لك باغي هذا. اييه يسكرينيها ويصيفط لك. هذا الشيء اللي كاين. صافي الله يعطيك الصحة. دابا أبو حسن اللي بغاو حيدا جوج ما عندكمش مشكل. ما عنديش مشكل. اللي بغاها كلها. مرحبا بك. الترونسبور أبو حسن. الترونسبور ديالي ماشي مشكل. ديها لي. مثلا اللي باغي 10 و5 وهذا. مرحبا نسافكم لي في الكار، لا كان بعيد، كان قريب بحال باغي 15 مرة كاش نواحي برشيد سيد العايدي، راه نديهم لي على الطوموبيل. نديهم لي على الطوموبيل.
بحال دابا بو حسن ملي اللي بغا كل ما تقدرش تهز الطوموبيل كتجيب ليه كاميو. لا ما تهزهاش خاصك كتجيب ليه كاميو. الكاميو كاين هنا موجود ترونسبور. موجود ترونسبور ما يخممش. ما يخمم حتى حاجة. توصل عنده السلعة حتى للدار. خلاص هي المازون نقسمها لي على جوج أنا كاع ونديري جميع الحلول نديرهم. صافي الله يعطيك الصحة. ما قلتي عيب بو حسن هادشي باش كتعجبني أنايا ملي كنجي عندك كتقول كلمات في محل ديالهم. راه بو حسن خرجوا برا الإخوان يتولعوا معنا تبارك الله اللهم بارك. سير أخويا زيد ابو حسن زيد جمال ابو حسن جمال مليح مليح والمواصفات هذا تبارك الله سرسنا اللهم بارك الاخوان صبيطات جميع المواصفات الاخوان سير ابو حسن دفع زيد تبارك الله الاخوان اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك تبارك الله انا الاخوان تبارك الله لجل شي حبيب كامل الاخوان مع دوك جوج حوالات تبارك الله هذه هي القطيعه الله يجعل شي بركه الاخوان اللهم بارك تبارك الله انا الاخوان بقاو معاكم الاخوان تولعوا تولعوا معنا دفع دفع عمي دفع دفع طلع عندنا انا دفع زيدي زيدي تبارك الله اللهم بارك تبارك الله تبارك الله الله يبارك ما نعاودوك لا ما الاخوان مليح تبارك الله بارك الله يعطيك الصحه ابو حسن الله يعطيك الصحه انا جيب لي العصا جيب لي العصا غنديرها غنفاجئهم بالثمن ياك ابو حسن هي اليوم شي حاجه ها الله يعطيك الصحة بو حسن الله يعطيك الصحة بو حسن الدرار ديالها كلها كارانتي كاملة كارانتي ما تخممش صافي كاملة كارانتي الدرار ديال الإخوان راه كاملة كارانتي اللي بدات كترخي الإخوان راه بدات كتبين اللي معطلة كما سمعتوا الإخوان راه ضارة الدرار ديالها تبارك الله راه كارانتي الإخوان حولية ما شاء الله الله يبارك بو حسن الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة ملي كنجي عندنا ونشوفو وجهك هذاك بربع الله يودي الله يودي راه انا ملي كنجي كيبان لي الزين والجمال راه انا تبارك الله كنجي الاخوان كنتولع تنايا تبارك الله واخا خويا حسن دابا الحباب راه كيتسناو في الثمن مرحبا الثمن ابو حسن عاطينك شي حاجة ولا عاطينا 48 اللي ثابتة كنقولو 52 ولكن المعطى 48 48 48 بالجملة بالجملة الجمله اللي عاطينا. اما اللي كيقول لا بغا شي واحد بلاتي. شي واحد راه تصوم معاه راه ماشي مشكل. تصوم معاه. حيت دابا يقدر شي واحد يسمع 48 كيسمع 51 كيعيط لك يقول لك راه بغيت وحده وبغيت جوج. والله الا مرحبا تصوم مع شي يبغي وحده لجوج مرحبا به. مرحبا به. والله الا مرحبا بالجميع. ولكن الجمله كطلب فيها 51. 52. عفوا الاخوان. المعطى اللي عاطينه الاخوان في الحوليات راه عاطينه 2400 درهم 48000. بو حسن الاخوان راه كيطلب فيها 2600 درهم يعني هي 52000 حنا غنخليو لكم دائما النمره ديالو الاخوان وتواصلوا مع بو حسن ويكون على الخير راكم سمعتوا اللي بغى وحده وجوج وثلاثه الاخوان راه كيولي ثمن اخر صافي تبارك الله حول رد رد اخويا رد حول تبارك الله اللهم بارك تبارك الله تبارك الله انا الاخوان انا الله يبارك الجمال الجمال الاخوان واخا بو حسن شد لنا الحوال الله يحفظك من الحواله تبارك الله حواله الاخوان هذا راه شطبي الاخوان شطبي تبارك الله شطبي شطبي الاخوان راه حداه خويا حداه حداه الله يحفظك زيدوا زيدوا حداه وقفوا بحال هكا حداه زيد لي زيد 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 خويا الله يعطيك الصحه زيد 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 يعطيك الصحه يعطيك الصحه شوف يا ابو حسن الله يعطيك الصحه من عندي انايا بقى غادي بحال هكا يبقى غادي مع هاد الحوليات وهاد الخرفان ديما عزل عزل الاخوان عن القيلات هذا خويا حسن سنى الحليب سنى الحليب هذا راه سنى الحليب الاخوان ها هو تبارك الله ها انتم الاخوان ها الصبيطات ديولو اللهم بارك ما شاء الله هذا ابو حسن خويا هذا تا هو سنى الحليب تا هو سنى الحليب هذا الاخوان تا هو سنى الحليب تبارك الله ها الصبيطات الاخوان ما تذاكرش عليه براش الله يبارك اللهم بارك لا عيب لا والو اللهم بارك تبارك الله واخا خويا حسن الحواله اش دايرين معكم فيهم خويا حسن الحواله كنطلبوا فيهم مليون و20 مليون و20 كنطلبوا فيهم بحال 5500 درهم الواحد اللي كيطلب فيهم الاخوان راه كيطلب فيهم 5500 درهم الواحد الاخوان عزلهم عزلهم ويمشيو ليها خويا حسن الله يحفظك بارك الله الاخوان حواله الاخوان ما شاء الله وحتى اللي بغاهم اللي بغاهم مرحبا
رد 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 حسن. بارك الله، الله يبارك. وتا اللي بغاهم الاخوان يتواصل مع بو حسن حواله ما شاء الله. صافي خليهم يمشيو الدراري. تبارك الله، الله يبارك. صافي سير بو حسن سير. سير والله الا شي تابعني. زيدي زيدي اخويا زيدي زيدي زيدي. الله يجيب لها شي دار كبير. امين امين. الله ي... اي الله يجيب لها شي حبيب يديها الاخوان يتهلا فيها، دي معاها جوج حواله. اللهم بارك ما شاء الله، اللهم بارك. تبارك الله. اييه اييه صافي. لا تبارك الله تبارك الله، الله يبارك. الله يبارك ابو حسن والله يعطيكم الصحه. ما نعاودوا كلام، الله يعطيكم الصحه. كاين الزين وكاين الجمال والمواصفات. الله يبارك تبارك الله، الله يعطيك الصحه عمي، الله يعطيك الصحه. صافي تلقى عمي سير. وسنان الحليب الاخوه كما سمعتوا راهم ثلاثه ولا اربعه اللي تنايات وما تبقى اسنان الحليب. سير عمي سير. الله الاخوان الله يبارك، اللهم بارك وزيد في ذلك الاخوان. ابو حسن خلي الحباب النمره ديالك ان شاء الله يتواصلوا معك الحباب، واللي عيط لك تشوف دير الملح في الطعام وقضي الغراض وصافي. راك عارف شنو كاين، احنا عارفين شنو كاين الاخوان. انت هما راه تبارك الله راه راك وليتي معروف. مرحبا. لا انت ولا الوالد ديالك راه ولاو اخوان عارفينك. مرحبا بجميع. انا حاسلي وحده اللي نوصيك، بقى غادي هكا المليح. المليح والعيب والو. والعيب لا، هذاك العيب هذاك بلا ما نهضروا عليه، هذاك راه صافي، هذاك راه ما كيكون ما كيبقى فيه لا بيع ولا شراء. هذاك العيب. جانا اخويا رشيد صافي ما نبيعوش. اي الله يعطيك الصحة. كلشي فايت بالبيع والشراء، فايت كلشي فايت. وكلشي فايت، الله يعطيك الصحة. قالوا جاه زين. صافي الله يعطيك الصحة. هذا لدى السلعة يعيط لك مرة اي ومرة أخرى يعيط لك عاوتاني، تخصو عاوتاني شي حاجة أخرى يعيط لك. تبارك الله. زيد عمي زيد زيد زيد. اييه صافي كاين. صافي الله يعطيكم الصحة. بو حسن قلنا النمره ديالك الله يحفظك. يلا قول 06 61 21 17 61. البلاصه راه في قيسر، ولاد سي بن داود، راه بعيد عليهم قيسر الاخوان ب 10 كيلومتر. حتى كاع اللي ما عرفش راه يجي على القيسر يمشي عند بو حسن حتى للدار. اللي بغى يفيض نيتو الاخوان راه يتواصل معايا، يعزل ليه داكشي اللي بغى يصوروا ليه ويصيفطوا ليه. وراه كما سمعتوا راه الترونسبور عنده، يجيبوا ليه حتى للدار، يتفاهم مع الترونسبور ويلا حق ليه تلعي المكان. هادشي اللي كاين عمي. مرحبا بي. صافي الاخوان اللي بغى شي حاجه غيتواصل مع بو حسن ويكون على الخير ان شاء الله. بو حسن تبارك الله عليك، الله يسر لك جميع المشاهدين. الله يسر لك الامور. ما عليكش عمي تبارك الله عليك. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. الله يودي نهار كبير نهار كبير نهار كبير. تبارك الله الاخوان، الله يبارك الله يبارك. تبارك الله. صافي ابو حسن، اذا الاخوان تحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن، الى فيديو قادم ان شاء الله.